أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن خالص امتنانه وعرفانه لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى فضله الله ورعاه لإصدار أمره الملكي السامي باستحداث وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي، منوها بأن هذا الأمر السامي يأتي تأكيدا على ما يوليه جلالته من حرص واهتمام بأبناء البحرين العاملين في القطاع الصحي وتقديرا لما يقوم به العاملون في الصفوف الأولى من أدوار هامة في مسيرة الوطن في ظل الظروف العالمية الاستثنائية لفيروس كورونا. أكد سموه أن أبناء البحرين من الكوادر العاملة في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا، أضافوا فصلا جديدا لسجل الوطن الحافل بالإنجازات، مشيرا إلى أن ما تتسم به مملكة البحرين من قوة وعزيمة وإصرار مستمد من وحدة أبنائها وإسهاماتهم الوطنية التي قدموها ليل نهار في كافة مواقعهم وباختلاف مسؤوليات من أجل الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الغالية، مضيفا سموه بأن ما تحقق بعزيمة فريق البحرين يجدد العزم على بذل المزيد سيرا على نهج حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. فتوجيهات جلالته أيده الله بإطلاق الحملة الوطنية للتطعيم أضفت صفحة مشرقة إلى حاضر ومستقبل المملكة نحو مجتمع ينعم بفضل من الله بالصحة والعافية. قال سموه إن أبناء البحرين أثبتوا بالتفاني والإخلاص أنه لن يثنيهم أي تحد أو ظرف عن خدمة الوطن، واليوم ونحن نشهد احتفالات المملكة بيومها الوطني فإننا نحتفي بكافة الجهود الوطنية التي هي محل تقدير وفخر دائم، فكل ما تم تحقيقه من أجل البحرين في مواجهة الفيروس لحفظ الأرواح جاء بفضل روح الفريق الواحد التي يمتاز بها أبناء الوطن حتى أضحت البحرين بجهودهم وطموحاتهم نموذجا متقدما على كافة الأصعدة. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله اليوم بزيارة مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الذي يشهد انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا. ومعالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية ولقائه بأعضاء الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، حيث نوه سموه بأن الحملة الوطنية للتطعيم تمثل مرحلة جديدة من مراحل التعامل مع الفيروس، وتأتي تأكيدا على أن لا فرحة تعلو على فرحة الوطن وجميع أبنائه ينعمون بالصحة والعافية. ومشيدا سموه برئيس وأعضاء الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وبجهودهم الكبيرة والمستمرة التي أسهمت في الحد من انتشار الجائحة في المجتمع طوال مراحل التعامل مع فيروس كورونا. أشار سموه إلى أن لأفراد المجتمع البحريني طابع فريد يتجلى بحبهم للتحدي وعشقهم للإنجاز الذي رأينا المخرجات جلية في ظل الظروف الاستثنائية التي اجتاحت العالم هذا العام، فكل تحد تحول لقصة نجاح وكل طموح تجسد إلى واقع، مؤكدا سموه مواصلة تقديم الدعم وتسخير كافة الإمكانات للعاملين في الصفوف الأمامية بما يسهم في تأديتهم لمهامهم الوطنية على أكمل وجه بما يلبي تطلعات، متمنيا النجاح والتوفيق للجميع في الحملة الوطنية للتطعيم بما يحقق الأهداف المنشودة من إطلاقها لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.